قدرت لي دربي تفرح قلبي قدرت لي دربي حينما ألقاك حينما ألقاك يا سيدي عزم ما أحلاك يا سيد حينما ألقاك حينما ألقاك يا سيدي عزم ما أحلاك تبدد همي تفرج عني تفرج عني تبدد همي تفرج عني نفسي في وسط الأشواك يا سيدي عيناي تراك يا سيدي في وسط الأشواك يا سيدي عيناي تراك يا تضمد جرحي تضمد جرحي يجدد فرحك تجدد فرحي تضمد جرحي تجدد نفسي في حماك نفسي في حماك يا سيدي عيني لعولاك يا قولوا نفسي في حماك نفسي في حماك يا سيدي عيني لعولاك قوتي حبك صخرتي وعدك قوتي حبك صخرتي وعدك رفعين قلوبنا إليه يا فتح لنا باب الرحمة ندخل نقبل إيديك الممدودة اللي بحياة قولوا رفع قلبي ليك يا رب رفعين قلوبنا إليك يا فتح لنا باب الرحمة ندخل نقبل إيديك الممدودة اللي بحياة ملناش غيرك وانت إلهنا الحي بنترجى جايين ناحية قلبك بابا الكل من أحلى صلاة ملناش غيرك انت إلهنا الحي بنترجى جايين ناحية قلبك بابا الكل من أحلى صلاة يا أبانا يا متكلة من غيرك انت يحن ومن يجدد املنا لحياه في ملء الرضا يا ابانا يا متكلنا من غيرك انت يحن ومن يجدد املنا لحياه في ملء قلناش غير قلناش غيرك انت الهنا الحي بنترجى جايين ناحية قلبك بابا الكل من أحلى صلاة ملناش غيرك انت إلهنا الحي بنترجى جايين ناحية قلبك بابا الكل من أحلى صلاة انت الإله اللي قل لن يخزى منتظرية منتظرة نفسي ورجوك بالحمد لك والدعاء انت الإله اللي قل لن يخزى منتظرية منتظرة نفسي ورجوك بالحمد لك والدعاء ملناش غيرك انت إلهنا الحي بنترجى جايين ناحية قلبك بابا الكل قوله ملناش غيرك ملناش غيرك انت إلهنا الحي بنترجى جايين ناحية قلبك يا إلهنا حرر وحل
من كل ربط الخطيئة وامسك ايدين اللي زل ولا تنساش اللي تاه يا إله محرر وحل من كل ربط الخطيئة امسك ايدين اللي زل ولا تنساش اللي تاه بلاش غيرك انت إلهنا حي بنترجى جايين ناحية قلبك بابا الكل من أحلى صلاة بلاش غيرك انت إلهنا الحي بنترجى جايين ناحية قلبك بابا الكل من أحلى صلاة يا أبانا توبنا ليك فيض علينا بنعمة تخلي شوقنا إليك يليق بحب الإله يا أبانا توبنا ليك فيض علينا بنعمة يخلي شوقنا إليك يليق بحب الإله ملاش غيرك أنت إله للحي ماليش غيرك جايين ناحية قلبك بابا الكل من أحلى صلاة بلاش غيرك وانت جايين ناحية قلبك بابا الكل من أحلى صلاة عدي وزور اللي مل أو كل تحت المرض واشفي المطروح وكل بنسى الدقيق قولها بإيمان عدي وزور اللي مل أو كل تحت المرض واشفي المطروح وكل بنصدق إنك شفاء ملاش غيرك قوله ماليش غيرك جايين ناحية قلبك ملاش غيرك وانت إلهنا الحي بنترجى جايين ناحية قلبك عز المحزون عز المحزون وزيد بنسو بالفرح له ده مفيش غيرك يا عيد البس بفوق الشفا قوله عزي عز المحزون وزيد بنسو بالفرح له ده مفيش غيرك يا عيد البس بفوق الشفا ملاش غيرك انت حي بنترجى جايين ناحية قلبك بابا الكل قوله ماليش غيرك ملاش غيرك حي بنترجى جايين ناحية قلبك بابا الكل من أحلى صلاة سيكون في فرصة أخرى للأسيس ويليام شوقي حتى يرنم. الآن عندنا فرصة تعبدية قصيرة عميقة من الأسيس ويليام شوقي فنحن نرحب به في طريقك وانت جاي في مفتاح وجدناه اللي ضايع منه مفتاح ايه في غرفة 360 اوكي وجد صاحبه خلاص نعم بعد الاجتماع يا بابا انا حاضر مدام بعد الاجتماع هتقول انت صاحب المفتاح خلينا أشرفكم we
كده كويس، صوت مسموع. طيب هنقرا ايه واحده فقط من سفر التكوين اصحاح 18 عدد 27. قول ابراهيم لله وهو يتشفع لاجل سدوم: شرعت اكلم المولى وانا تراب ورماد، شرعت اكلم المولى وانا تراب ورماد. قبل ان ابدا الحديث، كل الحديث سيستغرق ثلث ساعه ان لم يكن اقل بدقائق، لكن ارجو الانتباه للموضوع نفسه. فابراهيم فهم عن نفسه شيئين: قال أنا تراب، وده كل الناس بتفهمه، لأنك من تراب الأرض أخذت وإلى تراب تعود، مسألة بسيطة واضحة. لكن قال له أنا بحمل عنصر تاني، أنا رماد، والرماد يختلف عن التراب. الرماد مخلفات نار اشتعلت فيه نار. فإبراهيم، وخدوا بالكم إذا كان إبراهيم ولا موسى ولا الأسماء التي نفخ الله فيها فدوت في الزمن صنع الله، فقال أنا بفهم إن أنا تراب ورماد، والرماد مخلفات نار. يعني إبراهيم كان يحمل عنصر نار إلهية فيه، والنار في كلمة الله تحتل مكانا في العبادة. كان في نار في معاملات الله، كان في نار. تقول المؤمن دم المسيح مرشوش عليه حقيقة، تقول المؤمن يسكن فيه الروح القدس حقيقة، لازم تقول المؤمن في نار إلهية. منفعش الحياة الروحية والعبادة بدون هذه النار، وهي نار الله مش نار بشرية. لأن انتوا بتفتكروا عزة وأخيه لما قدموا نار غريبة أماتهم الله. ففي كلام كتير عن النار. لما أشعيا قال أنا نجس الشفتين، الله ما بعتلوش عسل، ملاك أخذ جمرة بملقط ومس شفتيه وقال: لأن هذه مست شفتيك، حصل حاجتين: انتزع اسمك وكفر عن خطيتك. الرسول بولس حين يتحدث عن أعمال المؤمنين أمام كرسي المسيح يقول: النار ستمتحن عمل كل واحد. هو لسه فيها نار، ما هي أساسها نار وحتكمل بنار، ونار مقدسة. النار ستمتحن عمل كل واحد، إن بقي عمل أحد فسيأخذ أجرة، إن احترق عمل أحد فسيخلص، ولكن كما بنار. كما بنار يعني بعيدا عن السامعين، لما واحد بيته يخسر بيته في الحريقة الناس يقولوا له نجيت بنفسك، ففي مؤمنين حينجوا بنفسهم بس. وممكن واحد يخدم 40 سنة و50 سنة بس الله يقول له تعالى امتحن عملك إلى النار الإلهية، يخسره كله. ما تفتكرش أن عند الله الحكاية ماشية بسهولة، لا، النار ستمتحن عمل كل واحد. ثم اسمع ما يقوله الرب قديما للشعب: أليست كلمتي كنار؟ عايز أقول لكم كل الأقوال دي عشان تشوفوا أهمية النار عند الله. الله لما صادق من عنده على العبادة في العهد القديم، صادق عليها، قال دي مظبوطة، نار الله نزلت من السماء
ما تنفعش الحياة الروحية مسألة كده باردة. ما تنفعش مسألة روحية باردة. ما أحوجنا إلى هذه النيران المقدسة اليوم في العبادة، في أشخاصنا، في رسالتنا، في كل ما نعمله لمجد الله. هذه النار تقدس العمل الروحي المبارك. تعرف خد بالك، بس مش شرط ان النار تكسر، لا لا لا، دي نار هادئة مقدسة مباركة. انا كنت بسأل الله امبارح بالليل، واللي احنا كنا فيه ده كله ايه؟ تعرف الله قال لي ايه؟ هذه مصادقة مني على هذه العبادة. مهمة. لما الرسول بولس يكتب لأهل أفسس ويقول لا تطفئوا الروح، طب اللي بيطفي ده ايه؟ تودي فين؟ مسائل مهمة أيها الأحباء، أرجو الالتفات إليها حتى يباركنا الله في حياتنا. المسيح نفسه بقى لي جئت لألقي نارا. جئت لألقي نارا. في سفر النشيد أصحاح 8، المحبة قوية كالموت، الغيرة قاسية كالهاوية، لهيبها لهيب نار لظى الرب، مياه كثيرة لا تستطيع أن تطفئها والسيول لا تغمرها. في قريت زمان قصة عالقة بذهني، في جزيرة في الهند في بحر، والجزيرة لها شقين، ناحية كده وناحية كده، والبحر في الوسط. الناحية دي فيه القرود، بس الناحية دي فيه الناس. فكان لما يجي البرد الناس يجيبوا حطب ويولعوا ويدفوا، وبتعرفوا ان القرود دايما يمثلوا الناس. فالقرود قالوا ايه؟ طب احنا عايزين نعمل زيهم. راحوا جابوا حطب ورتبوا كل حاجة زي ما شافوا الناس بيعملوها. بعدين قالوا لبعض ايه؟ هو النار فين؟ وأنا أتساءل أين النار أيها الأحباء؟ أين النار المقدسة اليوم؟ وقد مر داود صرخ لله قائلا ارحمني، قال له لأن المياه دخلت إلى نفسي. البرود الروحي الذي يعتلي المؤمنين اتجمدوا. الله عاوز يسيح التلج ده بنيران مقدسة وببركات إلهية. النار بقى تعمل ايه؟ شوية حاجات تعملهم النار. النار تحرق الهشيم. اللي من مصر هنا يعرفوا مسألة بسيطة، الهشيم اللي على قضبان السكة الحديد ما يعرفوش يلموه، ما يعرفوش يشيلوه. أيوة الويد ده ما يعرفوش يشيلوه، لأنه بيبقى ليه جذور في الأرض. يعملوا له حاجة واحدة بس، يحرقوه. في خطايا عند المؤمنين لا يخلصوا منها إلا بحريق وبنار الروح القدس. وأي كلام بقى هتقوله قول فيه اللي أنت عايزه. الله يخلصهم منها إزاي؟ النار تحرق الهشيم. قد ايه في هشيم، وقد ايه في ويت، وقد ايه في ضعفات، وقد ايه في طبطبه، وقد ايه في مجاملات، وقد ايه في خراب. وده هيوصل الناس فين؟ في الكنائس. اشتعلت النار يوما في قلب يوحنا المعمدان منذ ان ولد. كنت أنا بفتكر زمان إن هو قابل الملك هيرودس كده بالصدفة وقال له لا يحل لك أن تكون لك هيرودية. طلع الموضوع غير كده، ده راح البلاط الملكي وطلب مقابلته، فقال له أنت جاي تقابلني النهاردة ليه؟ قال له عندي رسالة لك من الله. قال له إيه هي؟
قال له لا يحل لك أن تكون لك هيرودية امرأة بنار مقدسة كلفته حياته. النار تحرق الهشيم اللي في قلبنا، النار المقدسة. اثنين، النار تطهر من الزنجار. الرب أورشليم كمدينة مرت بأحوال كتير قوي، لكن الله كان عينه عليها، فالله عايز يطهر أورشليم. كانت العبادة اللسانية، ملوك يهوذا، ملوك إسرائيل عبدوا الرب، وتفشت الأمور ديت سنين وانتقلت. فالله قال عشان أنقي أورشليم هعمل حاجة واحدة. إيه هي؟ قال في النار زنجارها. عارف الزنجار اللي هو إيه؟ لما الحلة في مصر تخضر يروح يوديها للرجل النحاس يولع عليها النار تنضف. فالله قال عشان أنضف أورشليم دخلها في النار فيتصفى الزنجار منها. والله بيعمل كده في حياة بعض المؤمنين. ليه بيدخلهم في النار؟ ما بينقيهم، بيتنزل الزنجار منهم. خلي بالك، الآلام بركة من الله، ومن لا يتألم اليوم عليه فتش نفسه. وهب لكم من أجل المسيح لا أن تؤمنوا به فقط بل أن تتألموا لأجله. أي أنواع ألم حلوة طعمها حلو، مش ممكن تحط تحت حصر موضوع الألم كموضوع مهم. بس اللي أنا عايز أقوله، البرود الروحي اعتلى الكثيرين واعتلى أماكن العبادة. نحن بحاجة إلى نار المقدسة. ثم كما تجعل النار المياه تغلي. إشعياء بيقول كده، بيقول له انزل من حضرتك. ليه؟ قال له انت لما هتيجي هتخلي زي النار، هتخلي المياه تغلي. لما يكون عندك حلة فيها مية ولا أي وعاء وعايزه يبرد، يبرد بطريقتين. إما بتفتح عليه الحنفية يبرد فورا، مظبوط؟ أو بتسيبه 10 ساعات 8 ساعات يبرد. في مؤمنين حصل في حياتهم الاثنين دول، في مؤمنين بردوا مرة واحدة، العالم دخل قلبهم، الفلوس دخلت قلبهم. الخطايا الشريرة اللي أنا محبش أذكرها، أنا بستغرب. يقول لك أصل ده مؤمن في كنيسة بس وقع في خطية. يا عم مؤمن مين حاسب؟ وهكذا كان أناس منكم، لكن تقدستم بل تبررتم باسم الرب يسوع وبروح إلهنا. وفي مؤمنين بردت حياتهم شوية بشوية. كان مؤمن من 10 سنين حلو، بس السؤال اللي الله بيسأله هو النهاردة حاله ايه؟ اليوم ده حاله ايه؟ حالته الروحية فيها ايه؟ تجعل النار المياه تغلي. احنا عايزين قلوب مولعة. تعرف المزايا عمواس يقولوا ايه؟ ألم يكن قلبنا ملتهبا فينا إسكانا يكلمنا في الطريق ويوضح لنا الكتب؟ قلبهم كان إيه؟ ملتهب. أحب أقول لكم حاجة، الرسالة اللي تسمعها وما تولعش قلبك وتخلق فيك إيمان، حط حواليها علامة استفهام. في مصر يقول لك ما تجرش حرير على الشوك في العمل الروحي. يعني تجيب شوك وتروح تجر على حرير كده بالراحة، ما هيتقطع هيتقطع، ما يتجرش على شوك. لا يبنى العمل الروحي على برود في حياة المؤمنين أو الخدام أو غيره. آخر شيء، النار لها دفء ونور وحرارة تنور، وليها دفء وليها حرارة. في حرارة في الكتاب، حرينا في الروح عابدين الرب. مش أنا اللي بقول ده، الكتاب اللي بيقول حرينا إيه؟
عابدين الرب. الكنيسة اليوم مش لا نتبنى فكر، لا بتبنى فكر أنا تربية جمعية خلاص النفوس، لا أتبنى فكر ولا عقيدة ولا أدافع عن شيء، لي عقيدتي ولي فكري في كلمة الله. لكن ما تبناش فكرة وأقوله على المنبر، لكل واحد عقيدته وفكره. ففي طلع تعليم من 50 سنة ما تبنهوش، أنا بس بديك فكرة عن الموجود. بيقول إيه؟ الكنيسة تجتاز الضيقة. فبعدين طب يا عم تجتاز ليه؟ ده احنا في 200 سنة بنسمع أن الكنيسة جسد المسيح لا تجتاز الضيقة، لأن الله هيخلصها من النار. آراء موجودة. بيقولوا لا. طب ليه؟ اسمع بقى من ضمن الآراء، قال لك يحضرها لنفسه كنيسة مجيدة لا دنس فيها ولا غضن ولا شيء من مثل ذلك. يقول لك هو حالتها اليومين دول تنفع، ياخدها كده. تقول لهم ايه؟ تقول لهم ايه؟ الله يعمل وقفات في حياة المؤمنين، وقفات، وقفة ألام. بقول لك في أمريكا في سبتمبر 11 الناس راحت الكنائس، أولاد الله بالذات الله يعمل لهم وقفات في حياتهم، يتكلم إليهم حتى تعود الحياة الروحية إلى نارها ولهيبها. برككم الله، قولوا أمين. رب معكم. أنا عايزك تصلي معايا العدد اللي جاي، غمض عينيك لو تقدر وقوله بحبك العجيب ألهب قلبي فأشبع قلبك بصدق حبي. تعال برعش في كل عظامي، روحك يملأ كل كياني، تعال وبدد كل أحزاني، أنهضني يا يسوع. بديتها يا سيد الحبيب. لو تقدر تغمض عينيك تتجاوب مع الكلام اللي الرب سمعه ليك النهاردة، قول له تعالى يا رب برعش في كل عظامي، ما تسمحش ان النار تطفأ يا رب، لكن اجعلني يا رب مشتعل دائما بالروح، اجعل حياتي شاهدة نور ونار. يا سيدي الحبيب يا نور عمري، آتي إليك ربي فانهضني. آتي إليك بكل ضعفي، آتي إليك بكل ضعفي، اسمع صراخي واشفي نفسي، محتاج إليك ربي. انهضني 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 يسوع، محتاج مشتاق لعملك فيا، انهضني يا يسوع، انهضني يا يسوع، مشتاق لعملك فيا، محتاج للمسة.
انهدني. قول له الهب قلبي يا رب بحبك العجيب. الهب قلبي فاشبع قلبك بصدق حب. تعال برعش في حياتي، تعال برعش في كل عظامي. روحك يملأ كل كياني. تعال وبدد كل أحزان. انهدني يا يسوع، انهدني يا مرة تاني. تعال برعش، تعال برعش في كل عظامي. روحك يملأ. تعال وبدل كل أحزان. انهدني يا يسوع، انهدني يا مشتاق لعملاه. كل قلب يا رب، واشعل الكل بنار الروح القدس. خرجنا من هذا المكان مملوئين مشتعلين يا رب. لا تسمح أن برودة العالم تأخذنا، لكن استثمر وجودنا على الأرض لمجدك يا سيدنا. لا تسمح أن العدو يسرق مننا بركات كانت من حقنا، لكن اجعلنا نعيش نمجد اسمك. في أخ عزيز عليا دكتور زكريا ستورو، من امبارح قال لي على ترنيمة عادي عايز اسمعها مرة تاني، وأنا مشغول بروح القدس أن أقولها مرة تاني لكل نفس حاسة أن قدامها جبال. في ناس قاعدة بتفكر وتقول ما أنا كل سنة باجي المؤتمر والمؤتمر بفوق، وبعد ما انزل من هنا رجعت مش عارف إيه، والشيطان يجي في ودنك ويقول لك ما فيش حاجة هتتغير، اللي انت بتعمله هتفضل تعمله، والضعفات هي الضعفات. لكن انا عايز اقول لك لغة الايمان تقول ان امانة فقد علمت ان ولي حي والاخر على الارض يكون. يسوع حي، يسوع حي. تقدر تقف معايا دلوقتي وتقول هعدي في الجبال اللي واقفة ضدي. انا لسه لحد دلوقتي صوتي ما فتحش، لان انا من النوع اللي بقوم الصبح صوتي حاجه ثانيه مختلفه، فانا هعتمد عليكم. كم واحد هيرنم معايا ويقول هعدي؟ يلا تعالى رنم معايا قول هعدي. هعدي هعدي في الجبال اللي واقفه ضدي. هعدي هعدي بإيمان اللي مالي يدي. هعدي هعدي في الجبال اللي واقفة ضدي. هعدي هعدي بإيمان اللي مالي يدي. هعدي وهتعدي ألماتي وكل ضيق أنا عشتها. هعدي وهتعدي نكبات أنا أقوى بيك منها. هعدي وهتعدي
ألماتي وكل دي أنا عشتها. هعدي وهتعدي نكبات أنا وبيك منها. هتمر صور المر قدام عيني كذكريات السر. والسر إن أنت حي وقمت من بين الأهل. هتمر صور المر صدقني. هتمر صور المر قدام عيني كذكريات. والسر إن أنت حي وقمت من بين الأموات. قولوا أمنتك أمنتك وأمنتك على كل ما عندي. وأماني وإيماني بالوعد يا سندي. أمنتك أمنتك على كل ما عندي. وأماني وإيماني بالوعد يا هعدي وهعدي هعدي في الجبال اللي واقفة ضدي. هعدي هعدي بإيمان الإيمان. هعدي هعدي في الجبال اللي واقفة ضدي. هعدي هعدي بإيمان اللي مالي يدي. هعدي وهتعدي لحظات الحيرة والشك وظلامي. هعدي وهتعدي دبرات الحزن وكابت كلامي. هعدي وهتعدي لحظات الحيرة والشك وظلامي. هعدي وهتعدي دبرات الحزن وكابت كلامي. واديني فارد ايديني مصلوب وغالب كملمسي. في القبر مستني في القبر مستني فجر وقيامتي جياني بتسبيح. واديني فارد ايديني مصلوب وغالب كمال مسيح. في القبر مستني فجر وقيامتي جياني بتسبيح. وثباتي الهادي عهدك مش بعهدي. والنصرة والقوة بيديك وانا معدي. وثباتي بالآتي والنصرة والقوة بيديك وانا معدي. وهعدي هعدي 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 بإيمان اللي مالي يدي. هعدي هعدي في الجبال اللي واقفة ضدي. هعدي هعدي بإيمان اللي مالي يدي. هعدي وهتعدي بثوان الراحة في ساعات الغريب. هعدي وهتعدي بحلاوة وجمالها وللمشيب. هعدي وهتعدي قول معاي. هعدي وهتعدي بحلاوتها وجمالها وللبشير. وهينتهي كل ده لحظة ما هيجيني وقرار. وباسم جديد روحاني مجد هشوفه وعيش معه. قول هينتهي كل ده. وهينتهي كل ده لحظة ما هيجيني وقرار. وباسم جديد روحاني مجد هشوفه وعيش معه. وهقضي بالمجد حياة في نور أبدي. وهرنم وأنا بخدم في بيتي لأبسيدي. وهقضي بالمجد حياة في نور أبدي. وهرنم وأنا بخدم في بيتي لأبسيدي. هللويا 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 يا حياة في نور أبدي. هللويا هللويا في بيت الأبسيدي. هللويا هللويا يا حياة في نور أبدي. هللويا هللويا في بيت الأبسيدي. أسمع منكم هللويا. هللويا 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 يا حياة في نور أبدي. هللويا هللويا في بيت الأبسيدين. هللويا هللويا يا حياة في نور أبدي. هللويا هللويا في بيت الأبسيدين. هللويا نباركك لكل المجد يا سيدنا. ما أعظمك نسبحك نباركك.
آمين. على ما يبدو أن البركة ابتدأت من أول النهار، ويجب نحن أن نكون مستعدين للبركة من الآن حتى نهاية المؤتمر. نشكر الله لأجل روح الترنيم والتسبيح. لكن أحب أقدم لكم الأخ اللي صار يحب العرب، الأخ الدكتور راندي ماكوارتر. لكن I want to welcome his wife too. لكن أنا بدي welcome his wife، يعني أرحب بامرأته. تصوروا كل هالأسابيع بتكون معاه قاعدة في اجتماع عربي مش فاهمة شيء، كانت ممكن تكون عائق، لكنها مش عائق، مساعد، وقاعدة ساكتة هسه، قاعدة ساكتة بدون كلام. أنا هقول لها تقفي وأنتوا تسقفوا لها. ها مسز ماكوارتر، ورا شيء. أوكي أوكي. Can you stand up? أما الآن Brother Randy, can you come over? Come over, please. أهلا بك. How are you, sir? Very good, very good. تعرفوا أنه هو يحب، تعرفوا أنه الأخ هذا أصبح مندمج مع العرب. نعم يا ميلاد، ما حد سمعني ليه؟ ألو كويس أن أنا طلعت من هنا على تم. المرة الجاية راح أطلع من هنا أفضل، أنا راح يروح فين؟ And Brother Randy is a dear friend for me and for the Arab community. فاحنا نرحب به. عشان نرحب به كمان اعطوا له big hand. سأطلب من الأسيس ميلاد أن يترجم له بدقة بدون تأملات شخصية. أسيس ميلاد تفضل. معلش أنا مسامحه لأن أخويا يعني، وبعدين هي بيخدم بكل قلبه. أنا عايز أقول فعلا أسيس خليل رغم عمره ورغم الأمراض اللي فيه لا يهدأ في خدمة الله، وأنا عايز أعطي سقفة كويسة لأسيس خليل. وهذا حقه بدون مجاملة، وهعمل تأملات برضو. I greet you on this Lord's Day. أنا بحييكم في هذا اليوم. It's a pleasure to worship a holy God with you. أنا الحقيقة مسرور إن أنا أخدم إلهنا القدوس اليوم معكم. And I want to thank Pastor William for his good word this morning. آمين. وأنا أشكر الأسيس ويليام لأجل فعلا النار. ربنا يعمل فينا بهذا النار. And we desperately need God's fire to consume us. ونحن محتاجين احتياج ضروري لهذه النار لكي ما تنقينا. I want to speak this morning about something that I think is very complementary to what Pastor William shared. أنا بدي أتكلم اليوم عن موضوع يتنسجم مع كلمة الأسيس. We have a faithful God. لنا إله أمين. But my question today is, are we faithful to God? ولكن السؤال إن كان هو أمين هل نحن أمناء له؟ David in Psalm 12 asked that same question. الأخ ديفيد النبي ديفيد في مزمور 12 سأل نفس السؤال. He said, "Help, Lord, for no one is faithful anymore."
ساعدني عيننا يا رب لأنه لا قد انقطع التقى. He goes on to say, those who are loyal have vanished from the human race. Okay, is it Psalm 12? Psalm 12. يا خلينا نطلع مزمور 12. Okay, خلص يا رب لأنه انقرض التقى لأنه قد انقطع الأمناء من بين البشر. He said, everyone lies to their neighbor. They flatter with their lips but harbor deception in their hearts. العدد اثنين يتكلمون بالكذب كل واحد مع صاحبه بشفات ملثة ملقة بقلب يتكلمون بقلب ايه مش عارف منقلب يتكلمون. I'm sorry, I don't have my glasses. That's okay. But I'm doing okay. Okay. In verse 6 of Psalm 12, he said, and the words of the Lord are flawless. عدد 6 كلام الرب كلام نقي. They are like silver purified in a crucible. كفضة مصفاة في بوتق. Like gold refined 7 times. Okay. وبعدين ممحصة 7 times. And then in verse 8 he said that the Lord freely struts about or that the people freely strut about when what is vile is honored by the human race. عدد 8 الأشرار يتمشون من كل ناحية عند ارتفاع الأرذال بين الناس. Now there is a lot of truth in Psalm 12. يعني معناه هناك حق كثير في مزمور 12. But what I want us to focus on this morning is this idea of being faithful to God. ولكن أنا أركز على أمانتنا للرب. I think it was Solomon that echoed these words of David. أنا بعتقد أن سليمان قد أخذ صدى كلمات أبيه داود. In Proverbs chapter 20 and verse 6. في أمثال 20 العدد 6. The Bible says many claim to have unfailing love. كثيرون سقطوا أو فشلوا في محبتهم. But a faithful person who can find. ولكن إنسان أمين من يجد. I want to ask, are there any faithful people here today? أنا بطلب النهاردة هتركب على رأس وشي دي ابني. Okay, كم النهاردة كم واحد أمين موجود؟ You know, both David and Solomon seem to be alluding to the fact that there are very few faithful people on earth. داود وابن سليمان اتفقا معا من الأساس على أنه قل الذين هم أمناء على الأرض. There is no higher compliment for a believer found in God's word than when it calls us faithful. يعني هناك أعظم مجازاة أو أعظم بركة أو أعظم تزكية إلا أكثر شيء للأشخاص الأمناء على الأرض. When we are faithful, we are acting like God. لما نكون أمناء نحن متمثلين بالله. Because the Bible says that God is faithful. لأنه مكتوب أن إلهنا إله أمانة. أمين. That means that God can always be trusted to do what he says he will do. معنى هذا أن نحن نستطيع أن نثق في إلهنا أن ما يتفوه به ينجزه. There's some different words that describe faithfulness. كلمات كثيرة توصف لنا الأمانة. I'm not sure that all of these are the same in Arabic. ولا مش عارف إن هدول نفس الشيء في اللغة العربية. But let's try. خلينا نحاول. There's the word trustworthy. كلمات الأمانة بتعني الثقة إن شخص يوثق فيه. There is the word dependable. شخص نعتمد عليه. There is the word consistent. شخص له المواظبة والاستمرارية. There is the word loyal. الإخلاص والوفاء. There is the word steadfast. الأشخاص الثبات على رأي واحد. All of these words describe what God is. هذه الكلمات كلها تصف أمانة الله. If you were to look up the definition of the word faithfulness. مثلا هنشوف معنى كلمة الثقة أو إنسان تثق فيه. It would say something like remaining loyal to someone. وهذه بتعني الشخص وفي لما يقول أو لشخص آخر. And it carries the idea of remaining loyal despite what the circumstances are. أمين. وهذا يعني الاستمرارية في الوفاء رغم الظروف. Being loyal means that not only do we intend to do something. معنى الوفاء ليس معناه أنك تنوي تفعل شيئا.
But being loyal means we actually do something. ولكن الحقيقة هي كلمة عملية. نحن ليس فقط ننوي أو نفكر ولكن نفعل. In other words, your talk must match your walk. يعني معناها كلماتك يجب أن تكون مقرونة بأفعالك. That's what being faithful is. وهذا معنى كلمة الأمانة أو الثقة. If we're faithful to the Lord. إذا أنت أمين مع الرب. We not only talk and sing and preach about our faithfulness. نتكلم بس ونعز ونتكلم على الأمانة وإنما But in our actions, in our everyday life, the things we do, we remain faithful. ولكن في حياتنا العملية نحن نظهر أمانة الله. Faithfulness is demonstrated best whenever it's most difficult to remain faithful. يا سلام الأمانة إن هي تكون أعظم موقف بينما الظروف لا تعطينا الإمكانية أن نكون أمناء. And I think this is where there's a difference between loyalty and faithfulness. وهذا الاختلاف بين الإخلاص والثقة. Loyalty carries the idea of indebtedness. الكلمة الإخلاص تحمل معنى إننا مديون بهذا الأمر. Loyalty carries the idea that I am loyal because of what someone has done for me. كلمة الإخلاص تعني أو تحمل معنى إننا مديون لما فعلته لذلك أكن وفي لك. If someone has done something good for me or nice for me. يعني إذا حد عمل شيء كويس لي. Then I feel indebted to do something nice for them. يعني أنا بشعر بدين نحو لذلك أرد هذا بوفاء. And certainly there's a sense of loyalty in our hearts to God. وهناك شعور بالإخلاص للرب لأنه ما فعله لنا. Because God has done great things for us. لأن الله صنع أمور عظيمة لنا. He has forgiven us of our sins. غفر كل خطايانا. He sent His only Son Jesus to die for us. ابنه إلنا ليفدينا. God takes care of all of our needs. يهتم بكل احتياجاتنا. We are indebted to God. نحن مديونين للرب. And we need to be loyal to God. لذلك نحن نشعر بأننا مخلصين له. Of a sense of loyalty. But there is something different in the word faithfulness. When we are being faithful to God, it's not out of a sense of indebtedness. Faithfulness has to do with following God because of who He is. See, وهذا مهم جدا. إن نحن نتبع الله ونؤمن ونكون أمناء لشخصه وليس لعمله. There is an element of faith in being faithful. أمين. هناك عنصر الإيمان عندما نكون أمناء. لازم يكون مبنى على الإيمان. Loyalty looks at the past, at what has been done. Okay, الإخلاص ينظر إلى الماضي لما فعلوا لي أو فعل لأجلي. But faithfulness is being true to God in the present and in the future Alleluia. Because we have faith in who Amen. He is. Amen. يعني عايزني ما تعزش إزاي لما أقول كلام حلو زي كده. يعني ولكن الأمانة هي أن تكون لك أمانة للرب الآن رغم كل الظروف وفي المستقبل رغم أنك لا تجهل تجهل المستقبل لا تعرف ماذا سيحدث لكن تظل أمينا أمين Faithfulness isn't based on what has been done يعني الأمانة ليست مؤسسة على ما حدث في الماضي It's faith in who God is and what God will do لكن مؤسسة على شخص الرب وما سيحدث في المستقبل لمجده There is such a fullness of faith in God هناك ثقة كاملة في الرب that our dedication to Him is not based on what He's done for us. But our faith is based in who He is. And He will continue to be who He is in the future. وهو لا يتغير فسيستمر هو هو بأمانته أمس واليوم إلى الأبد. أمين. Now in Psalm 12, وفي مزمور 12 it teaches us about the practical side of faithfulness. Okay, في مزمور 12 بنقولك الناحية العملية في حياة الأمانة. And it's a very honest look at the world in which we live.
ونظرة حقيقية, نظرة حقيقية أمينة للعالم الذي حولنا. But before I share some insights out of Psalm 12, وقبل أن أعطيكم بعض النقاط أو النقاط العميقة في 12 مزمور 12, before I talk about our faithfulness, قبل ما أتكلم عن إيمانا أو أمانتنا, I need you to understand a few things. أنا عايزك تفهم بعض الأمور. Here's the first thing. أول حاجة. Man's faithlessness does not nullify the faithfulness of God. One more time. Okay. Because we are not faithful, that doesn't mean that God doesn't remain faithful. Amen. Amen. معناها عدم أمانتنا لا تبطل أمانة الله. In Romans chapter 3, verses 3 and 4, the Apostle Paul asked this question. بولس الرسول سأل هذا السؤال. What if some were unfaithful? قال وإن كان البعض غير أمناء. Will their unfaithfulness nullify God's faithfulness? هل عدم أمانتهم تنكر أمانة الله؟ And then he answers the question. ثم أجاب السؤال. He says, not at all. أبدا. Let God be true and every human being a liar. الله سيكون أمينا وهو الحق وكل إنسان كاذب. You see, the Bible teaches us that we can't always trust what man does. نعم الكتاب بيعلمنا ان احنا مش لازم نثق في كل ما يتكلم به الانسان. But we can always trust what God does. ولكن دائما يجب ان نثق في كلمة الله التي لا تتغير. There are some people that want to discredit Christianity because of what others do. الناس كثيرين جدا يريدوا ان يرفضوا المسيحية لما يفعله الاخرين. Because they see some man that said he was a Christian that does bad things. لأنهم تأثروا من أحدهم الذي ادعى إيمانه وهو لا يعيش الإيمان. But I want to tell you, you can't always trust what man says and what man does. وأنا عايز أنصحك النهاردة, أوعى تثق في الناس, خلي ثقتك في الرب. But God can be trusted. فقط ثقتك فيه. God will be faithful to His word. الله أمين لما يقوله. Even though every man is a liar, God will be true. حتى وإن كانوا الجميع كذبا فالله يبقى أمينا لوعده. In 2 Timothy chapter 2 and verse 13, the Bible says, if we are faithless, then he, Jesus, remains faithful, for he cannot disown himself. You see, faithful is what God is. Faithful is what Jesus is. And Jesus can't be unfaithful. He can't disown who he is. God is faithful. Allah, Jesus is faithful. And so, I want you to know that even though man is not faithful, God is always faithful. ولكن المبدأ إن كان الإنسان غير أمينا يبقى الله أمين إلى الأبد. Okay. Let me say something else before I talk about our faithfulness. Okay. عايزك أقول شيء قبل ما أتكلم عن أمانتنا. Faithfulness is the work of God in every believer's life. Hallelujah. الامانه هي عمل الله بالروح القدس في كل قلب مؤمن. The Bible says that faithfulness is the fruit of God's spirit. امين. الكتاب يعلمنا ان الامانه هي ثمر الروح القدس. In Galatians chapter 5 verses 22 and 23, the fruit of the spirit is love, ثمر الروح هو محبه, سلام, peace, فرح, patience, صبر, kindness, لطف, goodness, صلاح, faithfulness, أمانة, gentleness and self-control. Okay, وكرم أخلاق. Yes. Amen. Okay, when we are humble and obedient to God, عندما نكون في وداعة متواضعين وطاعة لله, we are filled with God's spirit, امتلأنا بروح الله, and the fruit of God's spirit, وثمر الروح القدس, produces faithfulness in our life, يثمر فينا هذه الصفات. We are not strong enough to produce faithfulness in our own strength. ليس فينا قوة أن نثمر هذه الثمار الروح. But when we allow God's Spirit to work in our lives, ولكن عندما نعطي للروح القدس أن يعمل فينا, then the result is faithfulness. النتيجة هي أمانة. Okay, now there's one more thing. حاجة أمان واحدة هقولها. Before we look at our faithfulness, قبل ما ننظر لأمانتنا إحنا, we need to know that faithfulness is not a gift. عايز أقول أمين إن praise the Lord, the brother, I love you. إن الأمانة ليست هي عطية.
Faithfulness is earned. لكن الأمانة يجب أن تأخذ نتيجة شيء تربح أو تكسب. Now please do not hear me wrong. أرجوكم تسمع لا تسمعنيش بخطأ. God's salvation is a gift. خلاص الله عطية. You cannot earn your salvation. ما تقدرش أنت تعمل شيء عن تكسبه مش مكسب مش ربحه. Okay مش ربح بعملك وتعبك. The forgiveness of God is a gift. ولكن مغفرة الله عطية. There's nothing you can do to earn the forgiveness يعني of God. يعني لا يمكن تعمل شيء لتستحق عطية الله الخلاص. And so I'm not talking about what God does for you. أنا مش بتكلم عن ما يفعله الله فقط. What God does for you, you cannot earn. العمل الذي يعمله الله في الخلاص أنت لا تستطيع أن تستحقه. But I'm talking about what you do for God. ولكن أنا بتكلم عن ماذا أنت تفعل للرب. I'm talking about your faithfulness to God. أمانتك للرب. And that has to be earned. ولكن هذا يجب أنت أن تستحقه بحياتك. You have to work for it. لاشتغل تعمل لأجله. God is faithful. إلهنا أمين. But we cannot say that about us. لكن لا نستطيع أن نتكلم هذا عن نفوسنا. Unless we've proven ourselves faithful. إلا عندما نبرهن هذا في حياتنا العملية. That's what 1 Corinthians chapter 4 and verse 2 says. It says, now it is required that those who have been given a trust must prove themselves faithful. وهؤلاء الذين سلمت إليه الأمانة يجب أن يبرهنوا بحياتهم العملية أمانتهم. And I want to say that this life that we live on earth, وهذه الحياة التي نعيش على الأرض, is the proving ground of our faithfulness. There was a man by the name of Oswald Chambers. And he spoke very good about faithfulness. And he said these words. He said the goal of faithfulness is not that we will do work for God, but that God will be free to do his work through us. This is a great way to think about your life. أرجوك إنك هذا فكرة عظيم جدا تفكر عن الأمانة أو فكر الله. This is a good way to think about faithfulness. هذه طريقة عظيمة لتفكر عن في الأمانة. It's not us just working for God in our own power. ليس بقوتنا نعمل عمل هذا في حياتنا. But it's about being humble and obedient to God so that His Spirit can do His work through our lives. لكن خضوعنا وتواضعنا وطاعتنا للرب تسمح للروح القدس أن يعمل فينا. I know there are a lot of people that call themselves Christians. ناس كتير بيقولوا إحنا مؤمنين مسيحيين. And they think they are being faithful to God. ويظهر إنهم أمناء للرب. Because they attend church. لأنه بيجوا الكنيسة. They think they're being faithful to God because they give money. They think they're being faithful to God because they come to a conference. But these things that we do for God do not necessarily mean that we are being faithful to God. A measure, the standard of faithfulness is not what we're doing for God, but what we're allowing God to do through us. And I want to say that we want to live faithful lives. We want God to fill us with His Spirit. We want the fruit of faithfulness to be evidenced in all that we do. We want God to do great things through our life. Not because of who we are. But because of who He is. Okay, are you ready to learn something about faithfulness? I want to talk about three commitments this morning. We must make these three commitments if we are to remain faithful to the Lord. And here is the first commitment. أول تعهد. God's word says نعم. to be faithful regardless of what other believers do. Amen.
اول تعهد النهارده او اول تصميم بدك تعمله بتقول انك انت تكون امين رغم عدم امانه الاخرين. لا تتوقف امانتك على امانه الاخرين. David is lamenting in Psalm 12. الاخ داود بيتكلم او بيكرم هؤلاء الذين في مزمور 12. He says, Lord, no one is faithful anymore. يا رب ما في قرد الأمناء من الأرض التقي. Those who are loyal have vanished from the human race. المخلصين انتهوا من العالم. David was looking for God to help him. وكان ينظر إلى معونة إلهية. Because people had let him down. لأن الناس فشلوه. He looked around and he felt like he was all alone. ويبص كده ليه كأنه في الساحة منفردا. In fact, he felt like no one was faithful and all of his loyal friends had disappeared. شعر إن حتى كل أصدقائه ما بهمش ولا واحد مخلص. He viewed that God's people had stopped being godly. وهو شعر في نفسه ان ابناء الله قد لم يكونوا امناء بعد. As he was looking, he was saying that those who say they were committed were not faithful in their commitment. وهؤلاء الذين يدعون انهم قد تعهدوا او تكرسوا للرب لم يظهر هذا في حياتهم. And I want to say that if you serve God very long, you will probably feel this way sometimes. إذا أنت بتخدم الرب مدة طويلة مرات بتوصل بيك ظروف بهذا الأمر إنك أنت تفشل من كل الناس اللي حواليك. ما تقولوا حاجة أمين ولا حاجة زي كده. اصحوا معنا شوية لو سمحت. There will come a time in your Christian life. هذا يجي وقت في زماننا. Which you feel like you're the only one being faithful يعني to God. يعني فكر زي ما عمل إيليا بالضبط. أنا الشخص الوحيد اللي فيهم أمين. Like you're the only one serving God. أنا وأنا الشخص اللي بخدمه. I remember the story of Elijah in 1 Kings 19. أو الأخ ذكر إليشا بالروح القدس شغالين. Elijah said in 1 Kings 19, I've been very zealous for the Lord God Almighty. شوف الأخ إيليا لما حصلت عنده الأزمة النفسية دي. أنا وحدي في الميدان. أنا لوحدي اللي عندي الغيرة للرب. But he says the Israelites have rejected your covenant. شعبك رفضوك. They've torn down your altars. هدموا مذابحك. They've put your prophets to death with the sword. قتلوا أنبياءك. And then he said, I am the only one left. وما بقي في الميدان إلا حديدان إيليا. And he said, and now they're trying to kill me too. وعايزين يقضوا علي أنا كمان. I can imagine that there were times in the Apostle Paul's life. وأنا بعتقد جاء وقت في زمن حياة بولس الرسول. When he was sitting in some cold, dark prison. لما كان في حياة معتمة مظلمة في الظروف قاتمة. And the reason he was there was because he was being faithful to God. والسبب لأنه كان مخلصا أمينا للرب. And he could have thought, why isn't anybody here with me? ممكن كان يقول أي ما فيش حد يعني معايا. Am I the only one being faithful to God? أنا بس الأمين. I know that Jesus felt alone. ولكن أنا بعرف إن يسوع هو الأمين وحده. When Jesus endured the cross, لما يسوع احتمل الصليب, he even cried out, God, why have you forsaken me? الرب يسوع صرخ من قلبه, إلهي لماذا تركتني? Sometimes when I go to church, مرات لما بروح الكنيسة, I feel that way. أنا بشعر نفس الشعور. Especially if it's one of those services that are poorly attended. أنا خاصة لما يكون لك بعض الخدمة التي full attended. Yeah, poorly attended. Poorly attended. العدد قليل. There's not very many people there. ما ساعدنيش أنا بقدر أترجم. بس And I say, God, where are all the people? Okay, وين الناس? Where's all the faithfulness? Okay, وين أمانة المؤمنين? The people who said they were committed to God. الناس قالوا أنا already مسلم للرب. أنا مكرس. And sometimes we wonder, why should I continue to be faithful? وبعضهم بشر أنا شمعنا أنا يعني هذا السمع الأمين. And I look around and I say, nobody else is faithful. ما فيش ولا واحد امين. ايش معنى انا? Nobody else is serving. ما فيش حد بيخدم. And I would tell you, if that's how you think, انا بقول لك انت مرات تفكر هيك, that your focus is in the wrong place. لانك انت مركز في اتجاه خطأ. You need to quit looking at what other people do. ارجوك انك انت لا تنظر للبشر. And you need to start listening to God. وجه نظرك للرب وحده. What does God want you to do? هذا الرب اللي عايزه خليك تعمله. David purposely begins this psalm. والأخ ديفيد ابتدى بهذا المزمور. With a description of those who have failed all around him. وصفة الناس الذين سقطوا حواليه. He talks about those that have allowed wickedness to overwhelm them. تراجعوا أصبح الأمانة ليست موجودة والشر والرذيلة. And then he contrasts their unfaithfulness with the faithfulness of God. وعمل مقارنة بين أمانتهم وأمانة الله. I
heard about two men who were running for a political office. أنا سمعت عن اثنين كان عمالين مرشحين لمركز حكومي. And they accidentally scheduled to be in the same place at the same time. وبالصدفة حدث ان الاثنين موعدهم في نفس المكان في نفس الزمان. They were in a small town. كانوا في بلد صغير. They were at a park. Okay, في مدينة صغيرة. And after they both gave their speeches, وبعد ما كل واحد عطى الخطابة بتاعه, they were walking through the crowd shaking hands. طبعا رايحين الناس يحييهم ويسلموا عليهم. You know, they were doing what politicians do. زي ما بيعملوا السياسيين. They were kissing babies. What is it? Kissing babies. يبص الأيادي وبص الأطفال. They were smiling. يبص الأطفال ويسمايل كده ويبتسم كده ابتسامة صفراء. And then all of a sudden it began to rain. وبعدين ابتدت تشتي. It began to rain really hard. وابتدت تشتي بشدة. And one of the men who was running for office, واحد من الناس الذين هم مرشحين للمركز السياسي, decided to seek shelter. وابتدى يدور على مظلة يحتمي فيها. And so he ran into a house. وراح لبيت قريب. But the other candidate stayed outside in the rain. ولكن المرشح الثاني بقى في الشتاء. And he kept shaking hands. واستمر في عمله يسلم على الناس ويبتسم. Kept kissing babies. وكيس ويبوس الأطفال. And he was out there with the people. واستمر مع الناس في الشتاء خد بالك. And so someone was watching both candidates. والناس عم شايفين الاثنين بيعملوا ايه. And he turned to the man who went in the house who got out of the rain. بص للشخص اللي دخل واختبى جوه في البيت. And he pointed at the guy who was still out in the rain. وأشار الرجل الذين ما زال تحت الشتاء معهم. And he said that man is persistent. It sure makes you know who to vote for. Okay. هذا الرجل مصر وله التشدد في موقفه ولا يتغير. لكن تعرفوا مين ترشحه. And the other man who was on the inside. والرجل اللي جوه هذا في البيت. He said, I don't know about you. أنا ما أعرفش عنك أخبار بشو بتقول. But I would never vote for a man. أنا لا يمكن إن أنا أعطي ترشيحي لواحد. Who doesn't have the good sense to come out of the rain. اللي ما عنده الذوق كويس يفهم إنه لازم يطلع يهرب من الرين من المطر. That story illustrates why it's difficult to explain what faithfulness looks like. وهذه القصة بيقول من الصعب إنك أنت توضح بالتمام ما هي الأمانة. Everyone has their own idea of what it is to be faithful. كل واحد عنده رأيه وفكره. Everyone has their own standard of faithfulness. كل واحد عنده مستواه المعين في الأمانة. But it doesn't matter what you think. ولكن مش مهم انت بتفكر فيه. And it doesn't matter what others think. مش مهم الناس بيفكروا فيه. What does God say? ولكن ماذا يقول الله? Forget the opinions of others. انسى آراء الناس. In Matthew chapter 24, متى 20 عدد 4, Jesus asked this question. يسوع سأل هالسؤال. Who then is the faithful and wise servant? من هو الخادم الأمين? Who is the faithful servant whom the master put in charge? هو من هو الخادم الأمين الذي يوكله الله على يوكله السيد على ممتلكاته. And then he said this, it would be good for that servant whose master finds him doing so when he returns. Amen. هذا الخادم الذي يأتي سيده فيجده يعمل ما قد وكله عليه سيده. Let me try to make it simple. خلينا نعملها لكم ببساطة. Faithfulness to God means you continue to do Amen. What He's commanded you to do Amen. Until He returns. هللويا. الأمانة لله هي أن تستمر فيما قدمه الله لك أو ما دعاك الله له إلى أن يعود. God hasn't called us to compete with one another. الله لا يدعونا للمصارعة مع الآخرين أو التحدي. God hasn't called us to compare ourselves with one another. ما الكتاب ما علمناش إن إحنا بنقارن نفوسنا ببعضنا البعض. And God doesn't grade on the curve. الله You know, الله لا يعطي درجات عندما الانحنائيات في حياتك. That means that God's not going to look at what others do and what you do and say, oh, you're doing more than other people. الله ما بيقارنكش مع الآخرين بيقول لك أنت عملت كثير لا أنت عمل قليل أنت عملت قليل بيقارنك بالناس. هو له ستاندر معك هو له علاقة معك شخصية. I was reading the other day about what's called the half-hearted kamikaze syndrome. Half-hearted kamikaze syndrome. Kamikaze airplane, Japanese airplane pilot. Do you know this? Kamikaze? Hamatizing. Okay. Kamikaze. Okay. Okay. الحالة تنويم أو الحالة المغناطيسية التي تخل الانتحاريون. شكرا يا أسيسنا. Yeah, thank you. ده بيطلع من الأسيس حاجات كثيرة أوي. So these pilots.
These Japanese pilots flew airplanes as weapons into ships. Okay. هدول ايوه هدول الطيارين اليابانيين متذكرين في الحروب الذين مستعدين للانتحار حتى يقتلوا او ينزلوا في الشبس في السفن حتى يدمروها. Yeah, and these pilots went supposedly on one mission. وهذا القائد الطائرة هذا راح في إرسالية واحدة. Because it required them as they flew to lose their lives when they crashed طبعاً their airplane. كان الاتفاق على أنك أنت هتخسر حياتك يعني تنتحر حالة انتحارية فيها الموت. And so a paper reporter saw one of these pilots. وبعض الجماعة الصحفيين الذي يعمل تقارير شاف هذا البايلوت أو هذا القائد. And he had been on 50 missions. إنه هو كان في 50 إرسالية ولكن لسه عايش ما ماتش يعني. And the paper reporter asked him, "That doesn't make sense to me." وقال له الراجل الصحفي يا أخي هو بيعمل تقرير معه هذا أنا مش قادر أفهم هيك 50 مرة ولسه عايش يعني. How can you call yourself a kamikaze pilot when you've been on 50 missions? يعني إذا الجماعة اللي بيفرعوا نفسهم كيف أنت رجل طيار انتحاري يعني لازم تموت من أول مرة وأنت لسه 50 مشوار رحت 50 طيارة أو and that pilot responded with these words. وقال جاوب عليه القائد الطيارة الكابتن بهذه الكلمات. He says, "Well, during the war, خلال الحرب, I was very involved. أنا كنت مشترك بكل قلبي بكل قلبي. But I wasn't very committed. ولكن لم أكن مسلما تسليما كاملا. And I think that describes a lot of Christians. وهذا أنا بعتقد بأوصف به المؤمنين. أنا ماشي لكن ما عنديش تسليم كامل. They're very involved. أنا مش ليش التسليم الكامل. But they're not very committed. أنا بشترك ولكن أنا مش مسلم تماما. And I want to say that God's word is telling us. ولكن كلمة الله تعلمنا. That regardless of what other people do. مع كل ما يعمله الناس حولنا. If everybody else quits following the Lord. الناس خلاص بعدوا عن الرب كلهم. You remain committed to do what God wants you to do. أنت تظل أمينا وتكون مسلما للرب. There's a second truth here. الأمر الثاني من الحق. God's word says that we should be faithful to God in spite of the injustice we see in the world. يجب أن نكون أمناء رغم عن عدم عدالة في العالم حولنا. The psalmist said everyone lies to their neighbor. كل واحد بيكذب على جاره. He said they have deception in their hearts. عندهم خداع في قلوبهم. And you know at the heart of every injustice. وتعرف ان قلب كل انسان ليس عادلا. Is deception. هناك خداع. The Bible says that they harbor deception in their hearts. هناك يكنزون خداعا في قلوبهم الغير عادلة. And when the Bible talks about that, it talks about having a double heart. يتكلم عن القلب الذي له وجهتان. The idea is that our loyalties are divided. معناها الإخلاص already منقسم وليس إخلاص يعني بوجهين. Really, David is talking about what we would call a hypocrite. وهذا الحقيقة الأخ داود بيتكلم عن المرائين. He's talking about someone who says one thing but does another thing. عن الشخص الذي يقول ويعمل عملا آخر. People who pretend they're your friend. يتظاهرون أنهم أصدقاء. But they talk bad about you behind your back. ولكن يتكلمون في أفاك ما هو يضرك. People who say that they love the Lord. ويقولوا بحب الرب. But they don't do anything for God. ولكن لا عملوا عملا يدل على حبهم للرب. David looked around and that's all he saw. والأخ داود بص وفتش حواليه وشاف كل هذه الأنواع. He saw hypocrites. مرائين. And Jesus said we should not be a hypocrite. والكتاب الرب يسوع علمنا ألا تكونوا مرائين. Jesus said that we should not have hypocrisy in the church. والكتاب الرب علمنا أن لا يكونوا مرائين في الكنيسة. In fact, Jesus had more problems with religious people who were hypocrites than he did with sinners. Amen. والرب يسوع كان عنده مشكلة كبيرة جدا مع المتدينين المرائمين أكثر من الخطاة المجرمين. A hypocrite is someone who claims to be something they are not. Okay, المرائي هو الذي يدعي أمرا ليس فيه ليس في طبيعته. Most Christians claim that they are sinners. كل معظم المؤمنين بيقولوا إن إحنا خطاة. We know that we commit sin. بنعرف إن إحنا بنعمل خطايا. God's forgiven us of our sin. والرب غفر خطايانا. And even as a believer.
ولكن كمؤمنين when we sin against God we need to confess that sin. عندما نخطئ أمام الله يجب أن نعترف أمام الرب. And the Bible says God forgives us of that sin. الرب يغفر من كل خطية. But just because we sin doesn't mean we're a hypocrite. مش معناه نحن بنسقط في الخطية مش معناه نحن مرائين. Because when we sin we're not claiming to do good. Okay, لما احنا نخطئ بنعترف مش بنقول احنا بنعمل good. We know that we have done wrong. ولكن بنعترف ان احنا عملنا شيء غلط. But a hypocrite does wrong all the time. ولكن المرائب يعمل الغلط دائما. But he claims he's doing good. ولكن بيقول انا زي الفل ما عنديش حاجه غلط. He's using flattering words. ويتكلم بكلمات فيها الرياء فيها المجاملات. And so I want you to understand that there are a lot of hypocrites in the world. وانا عايزكم تفهموا ان هناك مرائين خاصه في هذا الزمان. There's a lot of deception in the وهناك world. وهناك هناك خداع كثير منتشر. And there's a lot of injustice in the وعدم world. وعدم عداله. But don't let that stop you from being faithful to God. ولكن لا تجعل هذه الامور تمنعك ان تكون امينا لله. And there's one final thought. وانا عايز اقول لك فكره اخيره. David says that we should be faithful even though the world is wicked. امين. يجب ان نكون امناء ديفيد قال على أساس حتى وإن كان العالم خطاط أشرار. The eighth verse of Psalm 12. عدد 8 في. It says that people freely strut about when what is vile is honored by the human race. الأشرار يتمشون من كل ناحية عند ارتفاح الأرذال بين الناس الرذلين. احنا بنقول رذلين بس هم حياة أشرار مجرمين. And I don't have to tell you how vile our world is. مش عايز اوصف لكم قديش العالم هلا في هذا العنف والاجرام. I grow very concerned about our world. انا مشغول جدا او مهتم جدا بما يحدث في العالم اليوم. And I grow very concerned about America. وخاصه انا مهتم او وري او منزعج ما يحدث في امريكا. When what the Bible says is sin. على ما يعلمها الكتاب انه خطيه. Is allowed to take place in America as part of the laws. وابتدى ياخذ اماكن في امريكا رغم حتى بطريقه قانونيه. When the right to take life through abortion is legal, I'm very concerned about America. يعني لما يضعوا قوانين تحمي خطيه ضد الكتاب انا في الام نفسيه من جهه الامر. When the right for same-sex marriage to be honored by people is legal, I'm very concerned about America. طبعا عندما الرؤساء يشرفون الزواج الشاذ الذي هو مخالفا للكتاب المقدس ويعطوا رخصة قانونية انا بنشعر. I don't have to tell you that we live in a vile and a wicked world. انا مش عايز اشرح لكم انتم بتعرفوا قديش احنا عايشين في عالم أشرار أرذال خطايا نجاسة. But I don't want to nail. I don't want to dwell on all of the negative things. أنا مش عايز أركز على الأمور السلبية. Because we could talk about all of the wickedness in the world. لأن ممكن نتكلم عن كل الشر في العالم. But that's not the point of this message. ولكن هذه ليست رسالة اليوم. The point of this message is this. ولكن أنا بركز على هذه النقطة. In the midst of all of this wickedness. في وسط كل هذه الأرذال. Are you being faithful to God? هل أنت تظل أمينا للرب؟ Are you serving God? هل تخدم الله؟ In Philippians chapter 2 and verse 15. Philippians 2:15. It says we live in a warped and a crooked generation. احنا عايشين في عالم غير مستقيم معوج. And crooked generation. معوج. جيل معوج. And yet we are encouraged to live faithful lives. ولكن يشجعنا الكتاب أن نعيش حياة الأمانة. There is a church in the Bible. هذا إعادة في الكتاب. It's detailed in the book of Revelation. كنيسة لها تفاصيلها في رؤيا يوحنا. It's the church in a town called Smyrna. سمرنا. كنيسة سمرنا. And they were warned about persecution that they would suffer. وكان يحذرهم من الاضطهاد الذي هو يمرون فيه والألام. And the Bible described them as a poor people. والكتاب قد وصفهم إنهم فقراء. And yet the Bible says even though they were poor, God considered them to be rich. حتى رغم إن العالم يصفهم إنهم فقراء ولكن الله يصفهم إنهم أغنياء. And unlike the church in Laodicea. وأيضا في كنيسة لودكية. Laodicea. The church in Laodicea was described as rich. وقال عن الكنيسة إنها كنيسة غنية. But God said they were poor. ولكن هم فقراء. In God's eyes they were wretched.
وأيضا أشرار. But Smyrna was a poor church that God said was rich. ولكن سمرنا فقراء ولكن أغنياء. Why is that? ليش؟ Because the people of God in Smyrna. لأن الناس شعب الله في سمرنا. They were serving God in a wicked world. كانوا يقدمون الله في عالم شرير. In fact, it literally says. ولكن حقيقة قلب الحرف أو بالتدقيق. That they were serving where the synagogue of Satan was. ولكن يخدمون للمركز اليهودي أو للهيكل اليهودي بأمانة. And to this church, here's what Jesus said. اسمع ماذا قال يسوع. He says, "Don't be afraid." لا تخاف. And then he says these words. وقال هالكلمات. He says, "Be faithful." كن أمينا. Even to the point of death. حتى للموت. And I will give your life as your victor's crown. وأنا أعطيك حياة وانتصارا. Can I tell وغلبة. You? Faithfulness is rewarded by God. الأمانة والغلبة هي مكافأة من عند الرب. Your faithfulness to God will receive a crown of life. الأمانة سوف أمانة سوف تأخذ تاج الغلبة في الحياة. It is the victor's crown. هذا تاج الغلبة. You know there are at least 5 crowns mentioned in the Bible. خمس تيجان ذكرت في الكتاب. There's a crown of righteousness. هذا تاج البر. And then there's the victor's crown that we just talked about. وأيضا تاج الغلبة. There's the crown of life. وتاج الحياة. Which is the martyr's crown. وهذا الجماعة الذين استشهدوا. The Bible talks about a crown of glory. وأيضا تاج المجد. And a crown of rejoicing. وأيضا تاج الابتهاج. But here's what I want to say. ولكن هذا ما أريد أن أعلمه. Don't let anyone take your crown. لا تجعل أحد يسخذ منك إكليلك. In 2 John chapter 1 and verse 7. في يوحنا 2 واحد أعتقد. It talks about not letting anyone deceive you. ولكن لا تجعل أي واحد يخدعك. So that you would have to forfeit your crown. حتى لا تضيع تاجك. In Matthew chapter 6 and verse 2. متى 6 2. It seems that if we serve with the wrong motives, we'll lose our crown. إذا أنت بتخدم بدافع ليس دافع مقدس أنت تخسر إكليلك. I don't know about you. أنا مش عارف أنت إيه. But I want to remain faithful. ولكن أنا أريد أبقى أمينا في دافعي. And it's not just so that I can receive a crown when I stand before God. ليس لكي ما أخذ تاجا من الرب. But I want my life to be faithful. ولكن أنا عايز حياتي تكون حياة الأمانة. So that I can glorify God. حتى أمجد الله في حياتي. And I hope that you too. أنا أأمل أنك أنت تكون لك نفس الشعور. Make this commitment. أعمل هذا التصميم اليوم. That I will remain faithful. سأبقى أمينا. That I will be faithful to God unto death. أمين. أكون أمينا للرب إلى الموت. Let us pray. God, thank you for your word. Speak to our hearts. Help us to be faithful unto death. And so glorify you. In Jesus' name, amen. Amen. Thank you so much, brother. God bless you.